في الحقيقة بنشكر لحضرتك هذه المقدمة نافعة الجامعة، وقد أشرت في بداية الحديث عن نقطة هامة، ألا وهي أن الدستور الذي نتحاكم إليه والدستور الذي نسير على منواله وضربه وقرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بها النجاة في الدنيا والسعادة في الدنيا، وبها النجاة والفلاح في الآخرة. إذا أردنا سعادة في الدنيا ونجاة في الدنيا وسعادة وأمنا ونجاة ونعيما في الآخرة، فالله عز وجل قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن لهم معيشة ضنكا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فرب العالمين بيقول في منهجه، واللي خلقنا هو ربنا، واللي خلقنا وضع لنا كتالوج بتاعنا كيف نسير وكيف وكيف وكيف، وبين لنا هذه أشياء بتنفع وهذه أشياء تضر، وهذه أشياء لا يجوز أنك تزيد فيها وهذه أشياء لا يجوز أنك تنقص منها. منهج كامل، لو إحنا اتبعنا هذا المنهج يبقى هنكون سعداء وفي صحة وعافية وأمن وأمان وسعادة في الدنيا وفي الآخرة. لما تطرقنا في الحديث الماضي عن شيء هام جدا، وهو أن الزراعة دي هي من مقومات الحياة التي يجب أن نعتني بها وأن نحافظ عليها وأن نزيد من البقعة فيها ولا ننقص منها، لأن طبعا كل شيء بيتوقف عليه، الإنسان بيتوقف على الزرع والحيوانات بتتوقف على الزرع، غذاء وإلى غير ذلك وملبس وكل شيء. طيب الزراعة دي والإنسان والحيوان كيف يكون؟ لا يكون إلا بنعمة عظيمة ألا وهي الماء. فالماء نعمة كبرى ومنة عظمى. الماء به الحضارة، به التقدم، به الرقي، به صلاح الدنيا كلها، به حياة الدنيا كلها، بها الكائنات. ما هو بدون الماء لا كائنات، وبدون الماء لا حياة. ولذا رب العالمين وضع لنا يعني القاعدة العظيمة: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ورب العالمين لما تحدث حتى عن الدواب، خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. يبقى هنا فضل من الله عز وجل إن من علينا بهذه النعمة العظيمة وخلقنا منها. نعم. والكائنات وكل الكائنات الحية مخلوقة من هذا الماء، فسبحان من هذا أمره وهذا كونه وهذا مشيئته. الله عز وجل أوجد في هذه الأرض ماء عذب بيتمثل في الأنهار، العيون، الآبار، الأمطار. والماء العذب ده سبحان الله يعني نسبته قليلة في الأرض، لكن النفع به في جميع الأشياء، يعني شرابا، طهورا، سقيا، كل شيء من الماء العذب. الإنسان بينتفع به، الإنسان والحيوانات والزرع، كل شيء بينتفع بهذا الماء العذب. وفي كذلك شاءت إرادة الله عز وجل أنه في الماء المالح تمثل في البحار والمحيطات، في الماء الفرات وفي الملح الأجاج، ونسبة الماء ده أكثر من نسبة الماء العذب، وبه منافع كذلك. ربنا لا يوجد شيء في هذا الكون إلا وفيه منافع، اللؤلؤ والمرجان والغاز الطبيعي والبترول، كل ده يعني فروات فيه منافع، وفي تحلية الماء إلى غير ذلك. شاءت إرادة الله عز وجل أن الماء العذب يكون في بعض الدول ولا يكون في البعض. ما هو الماء برضو رزق زي المال، واحد معاه رزق مال كثير، واحد معاه متوسط، واحد وهكذا. فالماء كذلك شاءت إرادة الله عز وجل مثلا في مصرنا الحبيبة نهر النيل، فما شاء الله النيل موجود في سوريا، في العراق، فرات وهكذا.